Kids. السلام عليكم، معاكم هبة كمال في رسمة جديدة سهلة وبسيطة. النهاردة هنرسم الخيمة اللي بتعمل فيها السيرك، بعدين نجمعها مع كل الرسومات اللي تعلمناها المرة اللي فاتت في لوحة جميلة. نبتدي بقى بنرسم الخيمة. هنعمل رقم 8 رسمة النهاردة. يا رب تكون عجبتكو، ياريت نرسم زيها ونحطها في الكومنتات ونجمعها مع كل الرسومات الحلوة اللي تعلمناها المرة اللي فاتت، وكل مرة نتعلم رسمة جديدة سهلة وبسيطة. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. And for searching for Cousins Kids on YouTube. Bye!